السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم نصائح أثناء استخدام شبكة الإنترنت للمراهقين. أبناؤكم المراهقون والإنترنت، نصائح للبقاء أمنين أثناء استخدام شبكة الإنترنت. النصيحة الأولى أن الحوارات المنتظمة مع أبنائكم المراهقين حول المحافظة على السلامة أثناء استخدام الإنترنت هي أمر مهم للغاية، ويجب أن تكون مسألة عادية مثل الدردشة حول شيء ما تشاهدونه في التلفزيون. ومن شأن التفحص الحالي حتى لدقيقة أو اثنتين أن يحقق فرقا كبيرا. النصيحة الثانية، اجلسوا معا كأسرة وضعوا بعض القواعد حول استخدام الإنترنت والهاتف الخلوي، وتعرفوا على إعدادات الخصوصية والأمان، ما في ذلك كيفية حجب المحتوى أو أفراد ممن لا يلتزمون بتوجيهات المنصات أو الإبلاغ عنهم. النصيحة الثالثة، يعتبر تحقيق التوازن بين الصداقات على الإنترنت والصداقات في العالم الملموس أمرا أساسيا لعافية أبنائكم المراهقين. ينبغي تشجيع التواصل المنتظم مع الأصدقاء والأقارب وخلق مجال لإمضاء وقت ممتع معا. ومن شأن تعزيز روابط المراهقين في الحياة الحقيقية أن يكمل تجاربهم على شبكة الإنترنت. النصيحة الرابعة، كن مدركا للوقت الذي يمضيه أبناؤك المراهقون على الإنترنت أو على أجهزتهم الإلكترونية، وساعدهم على فهم أهمية إدارة الوقت من خلال وضع حدود لاستخدامهم الأجهزة، وشجعهم على ممارسة هوايات وأنشطة في العالم الواقعي تجلب لهم المرح. ساعد أبنائك المراهقين على فهم أنه من غير الضروري أن يكونوا متوفرين دائما على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا بأس من أخذ استراحة منها. النصيحة الخامسة، يمكن للتجارب على شبكة الإنترنت أن تكون أداة عظيمة للتعبير الذاتي واكتشاف الذات. شجع أبنائك المراهقين على تحري اهتماماتهم والأمور التي تثير شغفهم على شبكة الإنترنت، واطلب منهم أن يعلموك عن التطبيقات أو الألعاب أو المواقع الإلكترونية المفضلة لديهم. أخبرهم بالأمور التي تعجبك وما إذا كان لديك أي شواغل.